استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية سعادة الدكتورة ستيسي ديكسون النائب الأول لمدير الاستخبارات الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. نعم، في بداية اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة النائب الأول لمدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية في إطار المشاركة في منتدى حوار المنامة 2021 والذي يعقد سنويا على مدى 17 عاما ويبحث السبل الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار، منوها إلى أهمية الموضوعات والقضايا الاستراتيجية التي يناقشها حوار المنامة وتتطلب تعزيز العمل المشترك وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المترتبة عليها بما يسهم في حماية الأمن الإقليمي. أكد معاليه أن مملكة البحرين ماضية في نهجها الحضاري والقائم على التعايش وتعزيز ثقافة السلام انطلاقا من رؤية عاهل البلاد المفدى، ومشيدا بالعلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة وجهودهما المشتركة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين، مشيرا إلى أهمية العمل على تعزيز منظومة تبادل الخبرات والتي تشكل أساسا في تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية. تم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتطوير التعاون والتنسيق الأمني بما يخدم مصالح البلدين الصديقين ويسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.